حلقة جديدة من سوريا اليوم، وفيها مقترح أمريكي أوروبي لنشر قوة حفظ سلام في قطاع غزة، وتوترات أمنية متصاعدة في الضفة الغربية، ومخاوف من تدهور أوضاعها. في محورنا الأول، خطة أمريكية جديدة بشأن مستقبل قطاع غزة. هذا ما كشفت عنه وكالة بلومبرغ، أن الولايات المتحدة تدرس مقترحا جديدا يشير إلى إمكانية نشر قوة حفظ سلام بعد انتهاء الحرب. ويأتي هذا وسط تقارير نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن بلاده لم تستبعد فكرة عودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة كما ترغب واشنطن، لكنه تحدث عن الحاجة إلى إصلاحات كبيرة. ما يحدث الآن يأتي في إطار رفض عربي وغربي لإعادة احتلال قطاع غزة مجددا، وأمام هذه التحديات ترجح تقارير غربية إمكانية التواصل لتوافق أوروبي أمريكي إسرائيلي بشأن مستقبل القطاع. في محورنا الثاني، تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة ذات الخليط المعقد منذ بدأت إسرائيل قصف قطاع غزة، في حين يثير محللون مخاوف من إشعال فتيل التوتر، ما يجعل المنطقة الفلسطينية المضطربة جبهة جديدة في حرب أوسع نطاقا. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هناك عددا من العوامل الكفيلة بإشعال التوترات في الضفة الغربية، إذ قام جيش الاحتلال بأكبر حملة اعتقالات في الضفة الغربية والتي طالت أكثر من 2000 شخص. فهل تفتح إسرائيل عليها جبهة ثالثة محتملة في الضفة الغربية؟ أهلا بكم في سوريا اليوم. أفادت وكالة بلومبرغ بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يدعمان وضع خطة لنشر قوة حفظ سلام أممية في قطاع غزة بعد الحرب. وذكرت الوكالة نقلا عن أشخاص مطلعين أن ذلك سيزيد الضغط على إسرائيل لإنهاء عمليتها العسكرية مع تصاعد الإحباط بين حلفاء تل أبيب مع تفاقم الخسائر في صفوف المدنيين. لما تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة بعد، لكن الغرب الذي تحالف وتورط مع حكومة نتنياهو في هجومها على القطاع يحاول اليوم إخماد حرائق آلة الحرب الإسرائيلية وإجبار تل أبيب على وضع حد لما تفعله في غزة. فبعد فشل الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل لإنهاء عمليتها العسكرية في غزة، تتجه اليوم مع حلفائها الغربيين لإيجاد مقاربات ربما تراها مفيدة لحمل إسرائيل على إيقاف هذه الحرب. فقد أفادت وكالة بلومبرغ بأن واشنطن والاتحاد الأوروبي يدعمان وضع خطة لنشر قوة حفظ سلام أممية في قطاع غزة بعد الحرب، عن طريق توسيع دور هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة التي تأسست لأول مرة في عام 1949، مستشهدين بنماذج مشابهة لهذه الخطة في مناطق أخرى من العالم كقوات الأمم المتحدة في هايتي والصومال. وأضافت الوكالة في تقريرها أن المسؤولين الأمريكيين والغربيين يقرون بوجود عدة استفهامات حول هذه الخطة ومدى قابليتها للتنفيذ، وكذلك يدركون شكوك إسرائيل تجاه اقتراح كهذا، إلا أن مجرد مناقشة الفكرة مع إسرائيل قد يساعد في دفعها أكثر على إنهاء حربها والتفكير فيما بعد الحرب. مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية لم يعلقا على هذه الخطة، إلا أن مسؤولين إسرائيليين تحدثوا لبلومبرغ عن شكوكهم حول فعالية الأمم المتحدة للقيام بمهمة كهذه، مشيرين إلى أن القوات الإسرائيلية ستحتاج إلى الدخول والخروج من غزة متى شاءت للتأكد من عدم إعادة بناء حماس أو أي قوة أخرى معادية لإسرائيل. أما الأمم المتحدة وفي أول رد فعل لها على هذه الخطة، فقد أعلنت رفضها المشاركة في أي مقترحات أحادية الجانب في غزة دون موافقة جميع الأطراف عليها.
أما في الموقف العربي فقد أشارت الوكالة في تقريرها نقلاً عن مسؤولين إلى أن الدول العربية ما زالت مترددة في مناقشة خطط كهذه بالتفصيل ومتمسكة بالدعوة لوقف إطلاق النار، لكن يبدو أن إسرائيل لن توقف الحرب حتى ينطفئ آخر صوت طفل من غزة. ينضم إلينا هنا في الاستوديو دكتور مأمون أبو عامر، أستاذ في العلوم السياسية. مرحبا بك دكتور مأمون. وأيضا دكتور محمود علوش، باحث في العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور محمود. ومن عمان عمر العياصرة، نائب في البرلمان الأردني. مرحبا بك سيد عمر معنا. لعلني أبدأ معك سيد محمود، إذا حديث عن نشر قوة حفظ سلام أممية في غزة، ما مدى إمكانية تطبيق هذا القرار ومتى؟ بداية مساء الخير. هناك ثلاث إشكاليات أساسية أعتقد تواجه هذا المقترح. الإشكالية الأساسية الأولى أنه هذا المقترح الأمريكي بالأساس هو تصور أو افتراض لغزة ما بعد حكم حركة حماس، وبالتالي هذا التصور يفترض بأنه إسرائيل ستنجح في نهاية المطاف في القضاء على حركة حماس أو على حكم حركة حماس في قطاع غزة. وهذه إشكالية لأنه نحن اليوم بعد شهر وتقريباً أسبوعين من هذه الحرب، حتى الآن لم تستطع إسرائيل تحقيق الأهداف المعلنة في الحرب أو حتى بعض الأهداف المعلنة، لا تزال عاجزة في الوصول إلى الهيكل القيادي لحركة حماس، الهيكل العسكري. جزء كبير من الرهائن حتى الآن لا يزالوا إسرائيل غير قادرة على الوصول إليهم، فضلا عن أنه حالة المقاومة في شمال قطاع غزة لا تزال موجودة. الإشكالية الثانية تتمثل في الموقف الإسرائيلي. الإشارات التي أعطاها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الفترة الماضية، حديثه عن أن إسرائيل تريد أن تتولى مسؤولية السيطرة الأمنية على قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب، الأهداف الإسرائيلية الكبرى في هذه الحرب والتي تقديري أنها تتجاوز القضاء على حركة حماس، من الواضح أنه الاستراتيجية الإسرائيلية تتركز على فكرة جعل قطاع غزة غير قابل للحياة مرة أخرى من أجل دفع سكان قطاع غزة إلى الهجرة من القطاع، وبالتالي إحداث تغيير ديموغرافي كبير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إخراج غزة من معادلة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالتوازي مع تصعيد وتيرة عمليات طرد الجماعي للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة في فترة ما بعد الحرب. ومن الواضح أنه الحركة الاستيطانية في الضفة الغربية وجدت، وبدعم طبعا إسرائيل، بدعم رسمي يعني بدعم من المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وجدت في الحرب على غزة فرصة لإحداث أيضا تغيير ديموغرافي في الضفة الغربية. وبالتالي حتى فكرة أن تقبل إسرائيل بهذا المقترح هي حتى الآن محل شك. أنا تقديري أنه ربما الإدارة الأمريكية تراهن على أن المعضلة الكبيرة التي تواجه بنيامين نتنياهو داخليا في هذه الحرب ربما تضغط على إسرائيل من أجل القبول بصيغة تؤدي إلى نشر قوات حفظ سلام أممية في القطاع. الإشكالية الأخرى الثالثة بتقديري تتمثل في الموقف العربي والإسلامي عموما من هذا المقترح، لأنه أي نجاح لهذا المقترح يتطلب في نهاية المطاف أن يحظى بتعاون عربي وإجماع عربي وإسلامي أو دعم عربي وإسلامي لهذه الفكرة، لأنه هذه القوات هي بطبيعة الحال ستكون من دول عربية وإسلامية بالدرجة الأولى. من الواضح أنه ما شاهدناه في قمة تشترط إسرائيل أن تكون دول صديقة من ضمن هذه الدول. نعم الدول التي لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن أيضا من الواضح أنه الدول العربية والإسلامية ليست بوارد أن تكون جزء من أي رؤية غربية أو أمريكية لمستقبل غزة من دون أن تتناول هذه الرؤية للأسباب الجوهرية التي أدت لانفجار الحرب، وهي انعدام أفق السلام أمام الفلسطينيين، انعدام فرص حل الدولتين، تدمير إسرائيل لكل مقومات حل الدولتين. وبالتالي حتى لو افترضنا بأنه الولايات المتحدة تراهن على الدول العربية والإسلامية أن تكون جزء من هذا المشروع، وأعتقد أنه لا يمكن تجاهل أي دور عربي وإسلامي، إلا أنه في نهاية المطاف إذا لم تكن هذه الرؤية ضمن تصور أوسع لإعادة تنشيط أو إطلاق عملية سلام كبيرة أو جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تؤدي إلى حل الدولتين، فأعتقد بأنه هذه المقترحات ربما يعني في نهاية المطاف
تبقى مجرد تعبير عن اليوم التالي أو عن تصورات اليوم التالي لحد. لكن واقعيا أنا أعتقد تواجه مشاكل كبيرة. اسمح لي كونك تطرقت للدور العربي، أنتقل لضيفي من عمان سيد عمر العياصرة. ما مدى التعويل اليوم على الدور العربي ونحن نتحدث أن الأردن هي أكبر المتضررين ومن ثم مصر؟ يعني يقال أنه يعني بعد الاقتصاد الإسرائيلي الاقتصاد الأردني و المصري تضرر بشكل كبير، هروب العملة، وقف الغاز، الصادرات، تضرر السياحة، تغيير التصنيف الائتماني الدولي. كذلك هناك تصريح للصفدي يوم أمس عن إيقاف اتفاقية الطاقة مقابل الماء. قطعا أن الدور العربي مهم. إذا قصدت في السيناريوهات المفترضة في غزة وما يقال ما بعد الحرب منذ اليوم الأول حينما جاء بلينكن إلى عمان، طرح أفكارا تتعلق فيما بعد الحرب. وهنا أتفق مع ضيفك في الاستوديو، لا زالت قصة فرضية القضاء على حماس وضرب بنيتها العسكرية يعني مسألة لم تحصل بعد، وهناك شهوه كبيرة أن تحدث. ثم العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر بشكل غزة، ما قبل 7 أكتوبر أيضا لم يعد متصورا، بمعنى قطعا ستكون هناك صورة جديدة لكن شكلها وطبيعتها ليس بالهم. الموقف الرسمي الأردني في هذه القصة تحديدا السيناريوهات ربما عبر عنها أيضا الصفدي في أكثر من مناسبة بالقول لا يمكن بحث ذلك إلا بعد وقف العدوان، عليكم أن توقفوا العدوان، بمعنى أن الجهد ينصب بقوة نحو قصة وقف إطلاق النار لأنه يعني هو هدف استراتيجي عند الأردن تحديدا. بالتالي البحث عن سيناريوهات، هناك مروحة من السيناريوهات التي تطرح في قصة غزة، اليهود أو الإسرائيليين يطرحون مجموعة من السيناريوهات، جزء منها احتلال غزة، جزء منها البقاء في غزة، طرحت فكرة عودة السلطة، طرحت فكرة وطرح على أبو مازن حتى يقال في عمان حينما كان أبو مازن في عمان والتقاه بلينكن، طرح عليه فكرة عودة السلطة وقال لا يمكن أن نعود على 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 ظهر دبابة إسرائيل، لابد من مشروع سياسي كبير حتى نعود. هذا على فرضية أن المعركة ستحسم لمصلحة إسرائيل بباء بينونة كبرى، أي بوضوح، بمعنى زوال حماس من المعادلة. لكن الأردن يحاول أن يتجنب الحديث في السيناريوهات لأنه هذا يتناقض مع موقفه من الحرب، يريد وقف هذا العدوان. الخطاب الدبلوماسي الرسمي الأردني العلني واضح في أنه يدفع باتجاه تجريم إسرائيل وأن حربها عدوانية وأن هذه جرائم حرب وأن ما, 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 ما تقوم به جريمة ويجب أن تتوقف. بالتالي الرسمي لا يتحدث عن تلك السيناريوهات لكنه قطعا يتعامل معها، يفكر بها، يتداولها في تحت الطاولة، هناك نقاش حولها، هناك مخاوف منها. وآخر تعبير كان للملك عبد الله حينما قال لا يمكن القبول بفصل غزة عن الضفة الغربية، بمعنى أن يفكر البعض بأن تبقى غزة معزولة عن الوطن الفلسطيني الكامل، لأن الأردن مقاربته الرئيسية حل الدولتين، يريد دولة فلسطينية. فإذا جنبت غزة أو أبعدت غزة أو وضعتها تحت تصور آخر غير تصور الدولة الفلسطينية والسلطة سيصبح هناك إشكالية. لكن الأردن في العلن يتحدث عن وقف العدوان، لكن قطعا أنه في باطن الأمور يفكر في كل ما يقال. الأمريكان يفكرون بمروحة من السيناريوهات، الإسرائيليين يفكرون، وللأسف ربما فقط المشهد الفلسطيني هو القاصر عن حتى الآن رسم سيناريو للمستقبل، بمعنى أن يذهبوا إلى تصميغ مشهدهم الوطني والعودة لمنظمة التحرير حتى يستطيعوا أن يواجهوا القادم، لأن العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر صعب، ويبدو صعب وصعب جدا. وفرضية أن إسرائيل ستقضي على حماس وأن تبتعد حماس عن اللعب السياسي أيضا يبدو صعب وغير متخيل. وهذا يعني أيضا يعكس التغيرات التي نشهدها دوليا دكتور مأمون أبو عامر. يعني بايدن قال في البداية ستتوقف الحرب حين تفقد حماس قدرتها على القتال، ومن ثم تحدث عن تحذيرات من احتلال غزة، وتحدث أيضا عن حل الدولتين. ونلاحظ أن هناك فعلا تغير بالموقف الدولي بطريقة ربما الخطاب الجديد الذي يتبعونه السياسيين فيما يخص غزة وما بعد الحرب. حقيقة المواقف الدولية مواقف مرتبكة في هذا المشهد. منذ البداية كان هناك يعني أحاديث كثيرة عن قضية التهجير، كانت الإضاءة وكان مسؤولين في الإدارة الأمريكية يتحدثون عن ذلك، جون كيربي الناطق باسم منسق الشؤون الاستراتيجية في البيت الأبيض تحدث عن إمكانية أن يخرج الناس إلى مصر. ثم جاء بعد ذلك أبو فود، جاء وزير الخارجية بلينكن إلى مصر
وصدموا بالموقف العربي الرافض والموقف الفلسطيني، وكذلك صمود شعبنا في غزة على رفضه للهجرة. بالتالي هذا الموضوع تم تأخيره في مرحلة لاحقة لمرحلة أخرى، وهي إلحاق الأذى والألم بالشعب الفلسطيني لإجباره على الرحيل. لكن 42 يوم المعركة مستمرة بدون أن يكون هناك إنجازات تساوي ثمن الذي دفع فيها من تكلفة أخلاقية، يعني أخلاقية مستوى العلاقات الاستراتيجية الدولية اللي هو القانون الدولي، أن أمريكا ضحت بمبدأ أساسي هي كانت تستعمل أداة لها في العلاقات الدولية، فرض النظام الدولي وفرض سياساتها على الدول، تستعمل منظومة منظمة العفو الدولية وأمنستي ومنظمة حقوق الإنسان من أجل معاقبة النظم ومحاسبتها حجز أموالها. كل التقارير، كل هذه المنظمات اليوم مجمع على قضية واحدة، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي بصراحة وبقسوة، وحتى رئيس الأمم المتحدة غوتاريش نفس الكلام، ما في واحد مسؤول في الأمم المتحدة لتحدث أو في لتحدث فيه حول هذه الانتهاكات. هذا أربك الإدارة الأمريكية وحساباتها التي منذ البداية يعني تبنت الرؤية الإسرائيلية وبدأت تروج لها وتدافع عنها، وبالتالي وضع أنفسهم في حرج كبير، وبالتالي هم يبحثوا عن مخارج لهم ومخارج للحكومة الإسرائيلية. فقالوا بإمكانيات أن تكون هناك قوة دولية أو إمكانيات عربية وإمكانيات أن تكون السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية قالت لن أتي على ظهر دبابة، لأن هذا الكلام لن يسمح يعني الفلسطينيون للسلطة الفلسطينية أن تأتي على ظهر دبابة، لأن هذا أصلا السلطة الفلسطينية ما بعد حرب بعد هذه الحرب سيكون لها حديث كبير وتحليل يعني مشهدها بشكل آخر، كيف ستكون السلطة الفلسطينية، هل سيقبل الفلسطينيون في الضفة الغربية أو وضع السلطة الفلسطينية الحالي، هل سيقبل إذا كان وضع الحالي غير متقادر على فعل شيء، لأن في الضفة الغربية هناك تهجير 6 قرى في داخل الضفة الغربية ولم تفعل السلطة الفلسطينية. اليوم القوات الإسرائيلية تدخل يعني اليوم مستشفى بن سينا في جنين اليوم تم التعامل معها مثل مستشفى الشفاء. أين السلطة الفلسطينية؟ هل هناك عمليات عسكرية؟ هل هناك قيادة لحماس حتى يتم السيطرة على المستشفى؟ سنتحدث في محورنا الثاني. يعني هذه النقاط بشير أنه هناك إرباك بشكل كبير في إدارة المشهد الدولي، ذلك خيارات السلطة، اختيار السلطة أن تكون موجودة أو أن يأتي الأمم المتحدة أو أن يأتي الدول العربية أو أن تأتي أصدقاء الولايات المتحدة وأصدقاء إسرائيل، أن يكون محل هذا الأمر يعني كما تفضل الزميل أن يعني أمر مشكوك فيه، طالما أن المعركة مستمرة، وهذا واحد. اثنين، طالما أن إسرائيل لم تتحقق أهدافها العملياتية على الأرض، لا يمكن أن يتحدث أحد فيما بعد الحرب إلا عندما تنتهي الحرب. لا زالت المعركة مستمرة، والإمكانيات وكل التقديرات الإسرائيلية أن المقاومة ما زالت لديها الإمكانيات والقدرة والتحكم والسيطرة، وبالتالي حسم المعركة من الآن أعتقد أنه من المبكر الحديث عن هو هذه. كنت أريد أن أسألك، لماذا يتم الحديث عن ما بعد الحرب وكأن النتيجة حسمت؟ يعني ما السبب الحديث في هذا هو الوقت؟ هو الشعور الأزمة الحالية. الأزمة الحالية خانقة على الإدارة الأمريكية وإسرائيل، أصبحوا كلهم في حرج. كانوا يعتقدوا أن هذا يعني لقمة سائغة، أن يكون يعني في الرؤية الاستراتيجية الغربية وإسرائيل وأمريكا قالوا أن هذه فرصة لضرب يعني احتاج ضربة كبيرة وعادة ترتيب المنطقة، فجلبوا الأساطيل والقوة وبدأوا يتبنوا الرواية الإسرائيلية. هذا الصمود الأسطوري للمواطن الشعب في غزة وصمود المقاومة أفشل هذه المخططات وجعلهم يبحثوا عن مخارج للأزمة للبحث، لأن نتنياهو أيضا أصبح مرتبك في خياراته، وهذا يعني وضع الجميع في خيارات في أزمات. طيب. نتنياهو يقترح أن تكون إسرائيل تفرض السيادة الإسرائيلية الأمنية، ولكن هذا يعني أن مسيرة السلام التي رعتها الإدارة الأمريكية انتهت ولم تبقى لها أثر، وبالتالي كيف ستعمل الإدارة الأمريكية لاستعادة على الأقل جزء من حياة هذه المشاريع السياسية التي رعتها الإدارة الأمريكية طوال العقود الماضية؟ هذا يجعلهم في بحث في حيث بيص كما يقولون. في كل يوم راح نسمع مشاورات، راح نسمع خطط وآراء جديدة. طيب. من أجل جد مخرج لهم. طيب اسمح لي أنتقل لسيد محمود، أريد أن أعود معك لتفاصيل الموقف الأمريكي. مسؤول إسرائيلي سابق
قال أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وهو جوش بول. أقول عنه سابق لأنه قدم استقالته بعد أن كان سيرعى يعني صفقة تقديم الأسلحة لإسرائيل. أيضا استطلاعات رأي مهمة صدرت من الشارع الأمريكي من موقع إبسوس ورويترز، تحدثوا أن 68% من الأمريكيين على الجانب الإسرائيلي وقف إطلاق النار والعودة للتفاوض. تحدث هناك أرقام كثيرة ويبدو أن هناك تراجع في تأييد الشعبي بالحرب على قطاع غزة. هل هذه الاتفاقية والحديث عن هذه الاتفاقية وإدخال القوى الأممية إلى غزة سببها هو هذا الضغط الشعبي، ونحن نعلم أن هناك تخبطات حتى في الإدارة الأمريكية؟ أعتقد أنه هناك مجموعة من الدوافع التي تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لفعل شيء اليوم غير المسار العسكري، محاولة العمل على مسار آخر من أجل إظهار الدور الأمريكي في هذا الصراع. الجانب الأساسي، وأنا تقديري أنه اليوم النقطة الأساسية التي تتحرك من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن مثل هذه المقترحات هي أنها تدرك حجم المأزق الذي يواجه إسرائيل في هذه الحرب، وأتحدث هنا عن المأزق العسكري. لا يمكن بطبيعة الحال العودة إلى ما قبل 7 أكتوبر، لكن كما تفضل دكتور عياصر لا يمكن أيضا القضاء على حركة حماس، ولا يمكن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. وبالتالي نحن إسرائيل أمام مأزق. وحتى الرئيس بايدن عندما زار إسرائيل وتحدث ودعا إسرائيل إلى تجنب إظهار الغضب والاستفادة من دروس 11 سبتمبر والحروب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن هذه النصيحة كتوبيخ بقدر ما هي محاولة أمريكية لإدارة هذه المأزق مع إسرائيل. هذا في جانب. في جانب آخر، الضغط الأساسي الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة يتعلق بهواجسها من انتشار الصراع إلى الشرق الأوسط الواسع. هناك اعتقاد وتقييم أمريكي، وأعتقد أنه التقييم دقيق، يعني كلما استمرت هذه الحرب لفترة أطول كلما تزايدت مخاطر انتشارها في المنطقة، وهذا الانتشار كلما زاد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أي حرب واسعة في المنطقة سيجعل الولايات المتحدة تنخرط مرة جديدة في الحروب الأبدية التي لا نهاية لها والتي سعى الرئيس بايدن إلى الخروج منها. وهذه إشكالية. الدافع الآخر المهم أيضا، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تريد أن تشرك دول المنطقة والسلطة الفلسطينية في التصورات المستقبلية لغزة ما بعد الحرب. هذا في جانب يخفف إلى حد كبير من الضغط الذي تواجهه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط خصوصا بعد الحرب، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مقاربتها لهذه الحرب من منظور إسرائيلي فقط تسببت بحالة من فقدان المصداقية بالنسبة لدورها في المنطقة خصوصا بين حلفائها في المنطقة. ليس من السهل اليوم أن نجد أن معظم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة يجتمعون في الرياض ويطالبون بإنهاء فوري لهذه الحرب، ويطالبون الدول التي تدعم إسرائيل بوقف إمداد الأسلحة لها، ويطالبون بإعادة تنشيط عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ليس من السهل على الولايات المتحدة أن تتجاهل هذه الحالة الإقليمية، وبالتالي هذه العوامل أعتقد أنه تشكل دافع للولايات المتحدة الأمريكية لطرح مقترحات وتصورات. لكن حتى لو يعني مضت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه التصورات، الإشكالية هنا ليست في طبيعة أن تنجح هذه التصورات أو لا. الإشكالية أنا بتقديري أنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تخطط لمستقبل غزة ما بعد الحرب، وهي عاجزة عن فعل شيء ينهي هذه الحرب. كنت أريد أن أسأل هذه هي الإشكالية الكبيرة. فبالتالي أنت تهرب إلى الأمام. لا تستطيع الولايات المتحدة أن تأخذ قرار أو أن تنفذ قرار مباشر بهذا الموضوع؟ هناك من يمنعها؟ هناك بعد مرور 40 يوم يعني. هناك مشكلة. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي تتبنى التصور الإسرائيلي الكامل لهذه الحرب والدوافع الأمنية، وهي مقتنعة بأنه لا يمكن لإسرائيل أن تتعايش بعد الآن مع حركة حماس. هي متفقة، واللي صار في 7 أكتوبر كبير جدا بالنسبة لإسرائيل، أدى إلى تصدع مفهوم الردع الإسرائيلي. هذا التصدع له تداعيات استراتيجية على أمن إسرائيل بشكل كبير، بمعنى أنه إذا لم تستطع إسرائيل اليوم في هذه الحرب إعادة ترميم مفهوم الردع، هذا سيشجع في المستقبل أعداء آخرين لإسرائيل على تكرار ما فعلته حماس في 7 أكتوبر. وبالتالي الولايات المتحدة تتبنى التصور. لكن الإشكالية التي تواجه واشنطن في هذه المسألة، أولا هي المأزق الذي يواجه كما قلت إسرائيل في عملياتها العسكرية. إسرائيل لا
يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق الأهداف المعلنة بشكل كامل في قطاع غزة. الإشكالية الأخرى الهاجس كما قلت من الانخراط الأمريكي أو انتشار هذه الحرب إلى الشرق الأوسط. الحرب الأقليمية هي حذرت واشنطن بشكل مباشر. وأيضا النقطة المهمة جدا وأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية جزئيا يعني إلى حد ما صادقة فيها، يعني المسألة تريد تحويل هذه الحرب إلى فرصة من أجل إعادة تنشيط عملية السلام وتنشيط خيار حل الدولتين. لكن أنت اليوم أمام واقع لا يمكن بطبيعة الحال أن لأنه حتى الإدارة الأمريكية تحدثت عن مسألة أنه هناك حاجة اليوم للخروج من هذه الحرب، هناك حاجة لإعادة تنشيط المسار السياسي. لا يمكن بأي حال أن تعيد تنشيط المسار السياسي في ظل حكومة إسرائيلية هي أكثر الحكومات يمينية تطرفا في تاريخ إسرائيل، هي تعمل على تدمير وتقويض أي فرصة لقيام حل الدولتين. والأخطر من ذلك، وهنا المسألة مهمة جدا، اليوم الكل يتحدث عن فكرة أنه إسرائيل تريد القضاء على حركة حماس. أنا أعتقد أن الاستراتيجية الإسرائيلية الكبرى في قطاع غزة تتجاوز القضاء على حركة حماس. من الواضح أن إسرائيل تستغل ما حصل في 7 أكتوبر من أجل إحداث تغيير ديموغرافي كبير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إفراغ قطاع غزة من السكاني. لأنه الآن لماذا تدمر إسرائيل كل شيء في قطاع غزة؟ هذه ليست نتيجة جانبية للحرب بقدر ما هي متعمدة في الأهداف العسكرية الإسرائيلية من أجل جعل غزة ببساطة غير قابلة للحياة مرة أخرى، من أجل دفع الناس إلى الهجرة من قطاع غزة. بالتوازي مع ذلك أيضا هناك مساعي والتصاعد في وتيرة عمليات طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وبالتحديد من المنطقة جيم التي تتواجد فيها مجتمعات فلسطينية ضعيفة يعني رخوة، والمجتمع الدولي يتصور المنطقة جيم على أنها جوار الدولة الفلسطينية. وبالتالي ما تسعى إليه إسرائيل وبنيامين نتنياهو في هذه الحرب تحديدا هو تدمير أي فرصة متبقية لحل الدولتين. أنا تقديري أنه اليوم هذا هو الواقع الذي يتحرك من خلاله نتنياهو في هذه الحرب. طيب سيد عمر، أريد أن أعود معك للنقطة التي بدأنا بها وتصريحات الصفدي ورد نفتالي بنت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق عليها، علق على هذا الإعلان وقال على عدم توقيع الاتفاقية لتبادل الطاقة بالمياه مع إسرائيل، إذا كان الأردن يريد أن يعطش سكانه فهذا حقهم. يبدو أن اليوم إسرائيل تستعمل أوراق جديدة مع الأردن، هل الأردن مستعد لهذه السيناريوهات فعلا؟ يعني اليوم لما اتخذت الدولة هذا القرار أنا بتقدير أنها يعني مستعدة، يعني بمعنى أنه في أصلا رفض شعبي لكل هذه الاتفاقات التي جرت والتي ستجري أو في على أجندة التخطيط مع الإسرائيلي. لكن خلينا نكون صريحين وواضحين، مستقبل هذه الاتفاقية صحيح أننا رفضنا توقيعها، لكن بعد الحرب هل ستتغير الأمور؟ لا ندري، بمعنى أن الموقف تجميد مؤقت اليوم حتى وإن قام باستدعاء نعم حتى الموقف الرسمي الأردني ذهب باتجاه استدعاء السفير وليس قطع العلاقات، بمعنى حتى قصة أن مجلس النواب اليوم بصدد إعادة النظر في بعض بنود اتفاقية وادي عربة، أنا بتقديري هي أحدى أدوات الضغط الأردنية، بمعنى أن فكرة قطع العلاقة مع إسرائيل بشكل نهائي ونحن مقبلين على مخططات وعلى سيناريوهات والأمريكي موجود في المنطقة والظروف مختلفة، يعني ليس بوارد المصالح الأردنية أو ليس بوارد التفكير الرسمي الأردني، لكننا نلوح بكل الأدوات الممكنة اليوم حتى نشعر الأمريكي أن ما يقوم به الإسرائيلي أوصل المشهد إلى هذه الصورة، بمعنى الأردن الذي كان يعني في قصة احترامه للاتفاقيات في أعلى مستوياتها اليوم يريد مراجعتها، هذا رسالة أكثر للأمريكي. الآن التصريح الإسرائيلي بيعنيناش، لكن إحنا في الأردن اليوم حريصين جدا على وقف هذا العدوان، وأكثر قلق يصيب الدولة الأردنية أن يتسرب المشهد إلى الضفة الغربية، بمعنى أن تصبح هناك مواجهات عنيفة وانتفاضة وانفلات أمني أو اعتداء إسرائيلي كبير وشامل بالضفة الغربية، هذا سيؤدي بالنهاية إلى ضرر على الحالة الأردنية لأننا سنشهد ترانسفير ناعم وربما ترانسفير خشن، وهذا يؤثر على أشياء كثيرة في المشهد الأردني، جزء منها التوازن الديموغرافي، وبالتالي يصفي القضية الفلسطينية على حساب الحالة الأردنية. لذلك الأردن مرة أخرى أعود لتصريح الصفدي، اعتقادي أن هناك رضا
كبير لدى الجمهور بهذا الموقف وكانت هناك مطالبات، لكن هل معنى ذلك أن الاتفاقية أصبحت هباء منثورة؟ لا أدري، وأنا هنا أتحدث لك بأمانة. أنا بتقديري أن المشهد القادم أيضا معني في الأردن، وحكيت لك اليوم الأردنيين ما بيحكوا عن السيناريوهات لكن بيفكروا فيها. الأردنيين الرسمي بيحكي عن وقف العدوان وبيحكي نرفض أن نفكر معكم في قصة ما بعد غزة أو ما بعد المآلات التي تفكرون فيها ونتيجة المعركة التي تفترضونها، نريد وقف العدوان. لكن الأردن قلق من السيناريوهات لأنه جزء من الخلطة واللعبة وجزء من المشهد وجزء من التأثر بأي سيناريو يفرض سواء في غزة أو في الضفة الغربية. لذلك هو مشتبك سرا وعلنا، تخوفاته يعني إذن أكبر كل ما يقوله وكل ما يتخذه من موقف. لا، ليس كل موقف تتخذه الدولة الأردنية هو موقف نهائي، بمعنى أننا يعني إذا قلنا اليوم تعال يا سفيرنا وروح يا سفيرهم لا يعني أنه قطعنا العلاقات. أعتقد أننا لسنا بوارد ذلك، لكننا نفكر أن ننزل بكل ثقلنا لوقف هذا العدوان لأنه يضر بالمصالح العليا للدولة الأردنية. طيب دكتور مأمون، أعود إليك إلى استطلاع الرأي ذكرته قبل قليل. هذا التغير اليوم بالشارع الأمريكي، يعني 39% بدل 27% قالوا أن أمريكا يجب أن تكون وسيط فيما يحصل اليوم، وأيضا 43% قالوا أننا لا ندعم إرسال أسلحة لتل أبيب. يعني هذه الأرقام هي خلال شهر واحد هناك تراجع بنسبة 9% وأكثر على كل نسبة فيما يتعلق برأي الشارع الأمريكي. ما مدى تأثيره اليوم على القرار الحكومي؟ ما التأثير في أنا أعتقد في عقدة موجودة في داخل المجتمعات الغربية. المجتمعات الغربية بنيت النخب السياسية على تواصل مع الحركات الصهيونية واللوبيات الصهيونية ومصالحية تمول عمليات الترشيح، وتم تركيز على هذه الشخصيات بحيث أن الطريق للصعود إلى المؤسسات البرلمانية لأغلبهم كان عبر قنوات صهيونية في داخل أوروبا وداخل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا طبعا يدعم مجموعة أوسع وهي منظومات الإعلام العامة اللي هي بتخدم هذه السياسات، اللي هي بتغذي العقلية للمجتمعات الغربية، بتطلعهم على الواقع النظر تجاه العالم تجاه القضية الفلسطينية. الآن حدث هناك نقطة انفصال أو نقطة انكسار حدثت في هذا الاتجاه، وهي قضية ما حدث في غزة. الإسرائيليين عندما بدأ الحدث الأول وقال اللي هو في يوم 7 أكتوبر وملأوا العالم ضجيجا وصراخا حول ما حصل أنه باعتبار مذبحة ونازية وجريمة، طبعا لفتوا نظر العالم. لكن في اليوم التالي بدأت تأتي صور مقابلة، وهذا حتى تحليل من الجانب المفكرين الإسرائيليين ومراقبين الإعلام، يعني قالوا بالتالي: نحن في اليوم الأول كان الموقف معنا، بدأ بعد ذلك الصورة تقف عند يوم 7 أكتوبر، لكن عند الطرف الفلسطيني 41 يوم صورة متحركة في أكشن موجود في المشهد، هذا بحرك مشاعر الناس. والصور التي تبث من غزة صور مؤلمة جدا وفظيعة جدا، بحيث أن أثرت على عقول الناس وجدان الناس، لدرجة أنه عندما يتحدثوا أن الذين يعادون إسرائيل هم الذين يقفون يتظاهرون، لا، التحليل كان أنه ليس بالضرورة أن تكونوا معاديا لإسرائيل حتى تحتج على هذه المشاهد الفظيعة. وبالتالي التحولات في الجمهور حدثت في ظل يعني ما يسمى بالإعلام الجديد الذي اخترق القواعد الإعلامية القديمة التي سيطرت على عقل الناس. وبالتالي تمكنت بالرغم من الجهود في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حجب الصور والفيديوهات، إلا أنه بعض المواقع يعني فتحت أبوابها مثل هذه، خاصة منصة إكس وتيك توك، هذه المواقع فتحت أبوابها لهذه المشاهد. هذا غيرت كثيرا في تفكير الناس، وبدأ هناك تفكير. الآن في تحليل يعني استطلاع للرأي أشار إلى أن من هم فوق 60 عام أو 70 عاما هم أكثر الناس تأييدا لإسرائيل، تجاوزوا فوق 60% تأييدهم. الآن ما دون ذلك 50 أقل،
حتى نصل إلى سن 18 والعشرين هؤلاء نسبة 70% يعارضون إسرائيل. هذه المعادلات الآن الفارق العمر ومدى تأثره هذا الجيل بالعلاقته بالوسائل الإعلام، يعني مصادر التلقي المعلومة هو الذي أثر على عقول الناس. لذلك الآن بدأ الناس يتحولوا مرحلة جديدة وعي لإدراك المشكلة، وهذا أثر الآن في أزمة موجودة. هذا النخب السياسية المتصهينة غير قادرة على التخلي عن مواقعها، وهذا طبعا بشير بشكل كبير أنه هذه النخب لن تغير كثيرا في سياساتها، أعتقد لأنها مرتبطة جزء. وهنا أشير إلى نقطة مهمة جدا، استطلاع للرأي للمرشحين الثلاثة الذين مرشحين للانتخابات الأمريكية، تم 32%، بايدن 33%، المرشح الجديد 20% أو 22%. نص مرشحي بايدن مؤيدي بايدن قالوا أنهم أيدوا بايدن فقط لمنع ترامب من الفوز، وبالتالي لو هذا الأمر كان يدرك هؤلاء أن هناك مرشحا قويا يصل نسبة 25% ممكن أن ينتقل كتلة، وهذا سيؤدي إلى انهيار في كتلة الديمقراطية، وهنا تحدي خطير يواجه بايدن، وهي قضية الحسابات السياسية ما بين الكتل يعني النخب البرلمان السياسية المدعومة من الصهيونية والمجتمع. هناك فجوة، هذه الفجوة ستترجم في مرحلة قادمة في الانتخابات سنشهدها، أما حاليا لا أعتقد أن هذه النخب سيحدث انكسار في موقفها، لكن ربما يحدث تراجعات. شكرا جزيلا لك، ابقى معنا، محورنا الثاني سنتابع فيه النقاش عن ما يحصل في الطرف الآخر في الضفة الغربية. أشكر ضيفي في الاستوديو باحث في العلاقات الدولية محمود علوش، ضيفي من عمان كذلك عمر العياصر نائب في البرلمان الأردني، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ونتابع.